سيد واثق، مجلس القضاء الأعلى أعلن استئناف الدوام يعني من يوم غد، نعم ووجه شكر لكل يعني من أصروا ودافعوا عن سيادة القانون واحترام الدستور، أيضا أصدر مذكرات إلقاء القبض بحق المحرضين. يعني برأيك هذه مذكرات إلقاء القبض من الممكن أن تهدئ من الوضع، على اعتبار أنه اليوم الأشخاص المتطرفين راح يكونون في قبضة يعني القضاء، راح نتجه للتهدئة؟ نعم سيدتي العزيزة، يعني حقيقة يعني أمامي جهاز التليفون وقرأت بيان مجلس القضاء الأعلى مشكورا، يعني يقول بما أنه انسحبوا المتظاهرين فخلص استئناف العمل ليوم غد. يا سيدتي العزيزة، بالنسبة لأوامر إلقاء القبض، أوامر إلقاء القبض حتمية يجب أن تنفذ، ويجب أن يكون رادع للجميع من كل أطياف الشعب، من كل الأحزاب، من كل الجهات الدينية والسياسية، أن يعرفوا أن القضاء خط أحمر، القضاء هو الحامي الدستور وحامي القانون وحامي الشعب العراقي. هؤلاء سوف تنفذ بحقهم أوامر إلقاء القبض، يجب أن يحاسبوا، يجب أن يكون رادع لهم، يجب أن يكون عبرة لمن لا يعتبر. اليوم خرجوا هؤلاء المحرضين وغدا سيخرج من جهة ما ومن بعدها جهة أخرى وجهات سياسية. الحل شنو؟ إذا فقدنا الموثوقية والمصداقية بالقضاء العراقي وبالمحكمة الدستورية، فلنقرأ السلام على كل مؤسسات الدولة كونها الجهة الوحيدة التي نعول عليها بالمصداقية مع الشعب العراقي، هي الفيصل بين الأحزاب السياسية والكتل السياسية. الحل أن يكون رادع للجميع، وكما ذكر أخي أستاذ سلام، الحوار هو الحل الوحيد.